هاي يا فاي، قلت ايه؟ عبده مش سهل يا ست سالي. يعني انت مش قده؟ لا انا فايق الفايق، قد وقد عشرة زيه، بس انا ما احبش اعض في حد بنكار. ولو قلت لك هديك اللي انت عايزه. مسألة مش مسألة فلوس. تفتكر لو عبده مكانك وحد طلب منه انه يغدر بيك كان هيتردد؟ ده كان مصدق. عبده؟ ما انا عارفه، ده يبيع ابوه عشان القرش. خلاص، يبقى شوف انت كمان مصلحتك وريحني منه. ايوه بس يعني شغلانة زي دي هتكلفك كتير يا ست سالي، هحتاج كام راجل معايا عشان نخلص منه في السريع. من جهة الفلوس انا قلتلك ما تشيلش هم، كل اللي عايزه هتاخده وزيادة. خلاص يبقى اتفقنا. تمام كده، بس اسمع يا فاي، انا مش عايزك تخلص عليه، لا انا عايزك تعجزه بس. عايزاه يتهد ومشوفش وشه هنا تاني خالص. ما تخافيش، دي لعبتي، انا مش هخليه ينفع تاني، ولا يبقى فيه حيل، ولا يبقى له عين يهوى بهنا تاني. يبقى اتفقنا. خد دول، اما تنفذ المطلوب كل اللي عايزه هتاخده. ماشي يا ست الكل. هتنفذ امتى؟ يعني هنرتبها ونرقد له ونصطاده. انا عايزه ابقى بعيد عن الموضوع ده خالص يا فاي. ما تخافيش يا ست الكل، هتبان خناقه بلطجيه مع بعض بالاذن. انا اتعلمت منك كتير، شفت اكتر يا عبد، وجي اليوم اللي تدفع فيه تمن كل اللي عملته فيه. سراد الله يرحمه مات شهيد، وانقذ حياتي من الموت، وجميله ده يدين في رقبتي لاخر العمر. احنا بنشكر حضرتك على وقفتك جنبنا. انا عايزكم تعتبروني واحد منكم، لو في اي حاجه في اي وقت تكلمني فورا يا باسم، فاهم؟ شكرين يا سعاده الباشا. معالي الوزير امر بترقيه للمرحوم راضي وبمكافاه استثنائيه كبيره، وامر ان اجراءات المعاش تتم بسرعه، وانا شخصيا اللي هشرف عليها. وقال شكرا الله ساعك، شكرا الله ساعك. تفضل تفضل. شكرا الله ساعك. يلا يا ابني يلا. تفضل. على ما
يا نجاة لازم تاكلي حاجة. وهو ما ينفعش كده. أبوس إيدك سيبيني أنا. سيبيني دلوقتي مش عايزة حاجة. سيبيها دلوقتي يا ماما. أنا بعد شوية هحاول أكلها هي وندى. أهلا بحلك يا أم حلوة. شد حيلك يا حاج. شد حيلك يا حاج. الغالي روح يا حاج. الغالي روح يا حاج. كفاية. كفاية نجاة الحاج مش قادر يصلب طوله. الغالي روح يا حاج. تعالى معايا يا جدة اطلع عليك فوق. يا باسم يا ابني. ما تسيبش جدك حبيبي. حاضر يا ابني. نام جنبه يا ابني. حاضر. نام جنبه يا ضناية. العود. شد حيلك. العود. على مهلك. العود. على مهلك. العود. يلا يا ماما. يلا تعالي معايا وصلي كورتك. حاضر. ربنا يصبرهم يا رب. محاسب معلش انا هضطر ابات معاهم، انت عارفه الظروف اهي. خليك على راحتك، انا همشي دلوقتي وبعدين هبقى اجي بكره تاني. السلام عليكم يا سميه. مع السلامه. مع السلامه. انت يا سميه بقيت انت مع طنط نجاة وندى، وانا هبات عند الحاج. لو عوزت اي حاجه ها انده علي على طول. حاضر يا بابا. طمن. انا عرفت انك انت نازله، قلت استناكي بقى عشان اخدك في سكتها اوصلك. عملت التوكيل للمحامي؟ ما انا مستنيك عشان كده. يعني ممكن ناجل موضوع المحامي ده شويه؟ ليه؟ عشان اللي حاصل ده. وده ماله بده؟ لا خلي المحامي ماشي في اجراءات القضيه عادي. ماشي اللي تشوفيه. مش كانت الشرطه دي جت خدت عرفه اللي زي قلته وخلصتني منه بدل ما خدت راضي. الموت بينقي يا محاسن. على رأيك الموت بينقي، واللي زي عرفة ده بيبقى زي القطط بسبع ارواح. بكرة ربنا يكرمك بواحد يقدرك ويظبطك ويعرف قيمتك. طب يلا يا فالح يلا عشان عايزة اروح، تعبانة عايزة ارتاح، جسمي كله مكسر. سلامة جسمك من التكسير، بكرة كله يتظبط. أبات معاكي النهارده؟ لا يا حبيبتي. خشي انت وسميه نامي في اوضتك. ليه بس يا ماما؟ يا ندى يا حبيبتي انا مش طايقه نفسي. قومي روحي نامي معاها. حاضر حاضر يا ماما. الله يرضى عليك يا بنتي.